أعلنت شركتا الاتصالات في فلسطين انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل. وقالت شركة بالتيل في بيان أنها تأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع. ينضم إلينا عبر الهاتف من رفح في جنوب قطاع غزة مراسلنا حازم البنا. كيف هو الوضع حازم لديك، وإلى أي مدى أيضا هذا مسألة قطع الاتصالات ترتبط ب يعني رفع وتيرة الضربات والقصف الإسرائيلي على القطاع؟ يعني نعم، بالفعل بعد الإعلان من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية عن قطع خطوط الاتصال والإنترنت من الجانب الإسرائيلي ارتباطا بهذه العمليات العسكرية الدائرة على الأرض، تكثفت الغارات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة. يدور في الساعات الماضية ضربات جوية من قبل الطائرات الإسرائيلية في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وأيضا في منطقة خان يونس جنوبي القطاع شنت طائرات عدد من الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة، وكذلك في رفح أقصى جنوبي القطاع هناك استهداف إسرائيلي أيضا لمنزل. وفي مجمل هذه الغارات سقط عدد من الضحايا والعشرات من الإصابات، فيما أعلن عن تقدم لبعض الأليات العسكرية في محور منطقة الغفري وشارع الجلاء وسط مدينة غزة. وما تزال عمليا القوات الإسرائيلية تطلق قنابل إنارة بشكل كثيف في سماء منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتسمع ذوي طلقات نارية والشبكات دائرة في شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة. طواقم الدفاع المدني أعلنت بأنها فقدت اتصالاتها مع طواقمها العاملة على الأرض، وهذا الأمر بطبيعة الحال يؤثر على جهود الإغاثة ارتباطا بهذا الانقطاع بخطوط الاتصالات والإنترنت. هناك صعوبة عمليا بين التواصل بين غرف العمليات وأيضا الطواقم الإغاثة لنقل الضحايا وأيضا المصابين من مناطق التي تتعرض لغارات إسرائيلية مكثفة. في الساعات الماضية شهدنا أيضا سلسلة من الغارات طالت جميع المناطق التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية سواء في شمال قطاع غزة أو في شرقيه أو حتى في الوسط والجنوب، وحتى اللحظة عمليا تدور اشتباكات مكثفة بين القوات الإسرائيلية وأيضا الفصائل المسلحة في قطاع غزة. الأوضاع ما تزال الإنسانية على حالها بين هؤلاء النازحين الذين يسكنون في الأزقة وفي الشوارع في شمال قطاع غزة وفي جنوبه، لا يوجد ما يغيثهم من أو يؤويهم من هذه الغارات الإسرائيلية التي تضرب في كل جانب، وأيضا توقع في صفوفهم العشرات من الإصابات في ظل عدم وجود أي مكان آمن، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي بأن مناطق الجنوب هي مناطق خاصة للنزوح، ولكن بعد تقسيم الجيش الإسرائيلي كافة المناطق في قطاع غزة إلى بلوكات وصنفها بأرقام، ما تزال عمليا ترد اتصالات تحذر السكان والنازحين من ضرورة الإخلاء. لا يوجد أي مكان آمن يستطيع فيه هؤلاء النازحون أن يتوجهوا إليه بعد اكتظاظ المدارس ومراكز اللواء بالنازحين، وبالتالي يواجه كل هؤلاء مصيرا مجهولا. شكرا لك حازم البنا مراسلنا من مدينة رفح.